يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على مختلف الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 32، الصغرى 22، الإسكندرية 30، 21، مطروح 28، 22، بورسعيد 29، 24، إسماعيلية 33، 20، وجوها حار. بالنسبة للسويس 32، 21، العريش 30، 20، طابة 31، 22، شرم الشيخ 34، 26، الغردقة 35، 25، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 37، 22، أسوان 38، 23، الوادي الجديد 37، 23، حلايب 31، 24، شلاتين 34، 25، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.